بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بيث مثم السلام ربي في اللغة ننزس يا ربي ذوقي إذا سنتل وقيد العنوان للدرس ننزس يا ربي إذا زوارا غيث مثم أدنيني ذي ثقفايليث لن كريم سلاين الطاسين سلاين يسيت ربين مدن وياض نكون ذي ثقفايلي ذاول نحفظ في مغارا قارن باللي مدن ثقفايلي ماشي كان سام سلايف ذي الميزان ثقفايلي ذو الصواب ثقفايليث تفنتازيث ثقفايليث ذو الحذاقة ثقفايليث تسير الرقزة ثقفايليث ذو القدر أطاس المعاني إسع فمسألة النظام أول إسا مازال يأكل ذي ثمسلين دوني ثمرة يأكل ولكن ذي شو ذي الميزان بوال ذي شو ذي سوينس ذي شو ذي المقصودينس ربي ذي قواليس يناد ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ربي باش غادي تفهم ذا شو القيمة بوال ينادي شبه ثر الطجرة يزان يسعني زوران ذي القاع ولما يهز يتواضو وري الزميرة يقلع قرني ثقفايليث ولاش طاشيطة وري هوز واضو أتي هوز واضو معليش ولكن وري الزميرة يقلع أتي هوز واضو وري الزمير يقلع مدينة ربي سبحانه تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أكلها قراءتان المعنى بوال نسناك تجور الدنيف ساكن تد الغلة ذي الوقت غادي نض تشينا البرتقال ذي الوقت موسم دي الشتوى غادي نض الزمور دي الشتوى أديني كل يوث ولكن ثاقي باش أغديني ربي سبحانه التجرى التي شبهت تكد الغلاذ كل وان بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس وربي سبحانه مديني المثل للناس أي بلا حدود جغرافية بلا حدود ولا سدود ذي المثل المثل لا حد له المثول سينار ثلاث حوجر إلى فيزا تأشيرة باش يفر هذه المثل ذي الصين يبضغط بارمي الأمثلة ديال سانسي الصين إنك بلاد مخيرة ذي الشعل في الشماعة ولا أدي قرير مسلي ذي طلام واحد يشعل شمعة آخر ما يقول كلام مش مليح في ظلام كي تقول كلام مش مليح في ظلام معنى ظلام يبقى ظلام طلام ضد طلام ولكن شعل شمعة شعل في الشماعة وتضوي الحالة وقي مثل صيني يسأل شي الصيني بلد أرثمور ثمنا لذلك ذي ثقفايلي قرن أول الزيزدي يسلوغو أول يجبر يتروزو أول يفنو يتهدو أول يتزو السيرم يتزولياس
أوال يتسود ثالويث، أوال يتسود شوال، أوال 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 يوار ووال. ذي قبيلي في مغار ذي جماعة زيك من تقيون سيني وزن أوالي وزن أوالي ثورة سجم سلايني فنون سجم سلايني جبران يتزون السيرم ذا ولكي نون زاس يا ربي ذا شو المعنى يس ذا شو المقصود نون زاس يا ربي أطاس المقصود يك ساعة أدن هضر في أربعة المقصود مزيور ما نون زاس يا ربي المعنى يس طاعة لله طاعة لله لا سجود لا ركوع إلا لله سوى رب سبحانه ننزس يا ربي سوى النوز قارن ده سوى النوز سوى النوز ننزس يا ربي مدني ننزس يا ربي الطاعة يا ربي الطاعة يا ربي سبحانه المعنى يسعى مازال ذم قرآن المعنى يسعى على ربي سوى يضوع عن ربي المنموث واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الميموثون ذا إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذريات 55 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يبرا سورة الأنبياء 25 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الأنبياء 92 تم عبادة عبادة طاعة لله توقي المقصود أم زوال مهم باش يكون هذه طائعة لله يا سعد أما الساذبين أري وفق ربي باش هذه ضوع رب بي سبحانه جل جلاله خطر مريمث ذي الفايلس أري قافل أنمثياك لكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دايم الشيخ محمد الحسين الناس ولاش تصبحيث ورنسعي ثام الديث هذه لي والمزي ساعة 20 سنة دريت زداف فرح ما شاء الله لقرت في فغل عقل لقد يسعو العقل ذي المعقول وذي حصو باللي بعد 60 سنة ذي 80 سنة 20 زائد 60 يساوي 80 وليس عن 80 سنة 80 نقص 20 يساوي نقص 60 يساوي 20 السين ولاد يمكن لي غا سي 20 سنة أقلب ضغط 80 سنة 20 في 4 ولكن مزيتي كوارت مزيت سفوغ العقل أما كنا مذان شو غادي يقيم دائما مزي أكين كونيس مزيانا كونيس سي جون الشباب إيه مرحلة مهمة جدا يعني في مزيت لها مليح أما السعد بوينتي فارسن معليش ذي الطاعة ربي وذي خدمة النظر هذي يفنو هذي خدمة تجارة هذي يسافر هذي لعب هذي خدمة الرياضة الله يعينه عادي ليني قرزم ولكن مطلوب منه الإعمار ذي عمر الدونيث وين ميزمر مطلوب منه باش ذي ضع ربي لا ثفيسة ثياف ذي لخرس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف الآية 110 المقصود مزوار الطاعة المقصود ويسين نمزاس يا ربي ذا شوث تواضع نمزاس يا ربي تواضع تواضع مهم مرض مدمر
الكبر والكبرياء دمار. يعني إليك كان قرص قبالي وين يبغى نادي يزور يرقق. سيني مسلين كمان سيني مسلين وين يبغى نادي يزور يرقق. قرن يرقق تزور وكي قرنس التحكم في اللغة يعني عدة صيغ سيدا ولك سيدا ولك يرقيق أتزور وين يبغى يزول يرقيق. يعني روح كذا تواضع مهم جدا كنت فوت السيضة أما السيض تزمرث أما السيض ذريم أما السيض السلطة لو بوفوار أما شو السيض روح كان سلعة ربينا دي القرآن إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وين تكبر وريز ميرا دي شرق القاع سيدار نيس ميو الحكني يسدر دوز الناس والزمير ضارة أتشريض القاعة سيدار نيس تلحظ فكال شذاكال توخلق سقواكال توالد ساكال تشل سقواكال كي تشواكال. الله يرحم العدوية سيدنا فكل من فوق التراب تراب إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب. عادي المسألة بسيطة جدا ولكن أدنغال مرة أخرى تفغل العقل نكيث قبيلة نقرأ إلى العقل ذي المعقول لا ريزون إلى لوجيك العقل ذي المعقول أتصف وقارن وين ذان يوفى نادي كان نادي كان وين ذان يوفى مين ذان أذياف أذياوض إما إلا وين ذارا أريد صوض أريد سف تواضع. سلمسي الآية إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ورزمرض الشريض القاعة ورزمرض أتغلف السلق ديك ذرار إلى ودين إن أضوض غنشتب ذرار ذي القديو خاطئ أتقن ذي كان كنت الله في الموت ورزمرالا أتسعو القد تزدايف في الموت في الموت كنت فغوث متقن في الموت سيميت فغات روحة تالية شنو سبحان الله لأني ميد قوى الواضي ناس نكوني سولمو نتسى علينا شنو فقبيلي في المدرسة للمدرسة ثم قرأت نكوني سولمو نتسى علي نخنو ميلة الموت قدر إيماني ستقيم كذلك طمعارة أتغلف القد فزمور ثنغ فزديث نسمر خاطي تواضع وقيد المقصود ويسين إيوال ننزاس يا ربي إلا ويسلاثة ذا شوث ويسلاثة القناعة القنيعة ننزس يا ربي القنيعة لها ثم قرآن ساعة زل ذم قرآن القنيعة القناعة كنز لا يفنى. الشافعي تحدث بول إمام الشافعي صاحب الرسالة في علم الأصول شو قال إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ما السيض القنيعة تقولي خط القنيعة تقول والقناعة من أعمال القلب
ذول ما إلا ولي يتشرد القنيعة أمشي تشامين يكسفن دوني ثمرة فروز. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إذن يثمث القنيعة ثلها 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 مليح. وقيد المقصود ننزاس يا ربي ننزاس يا ربي الرضا ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. سعوكان القنيعة ذقينك ديفك يا ربي أتوى الضمر كانتي القنيعة ذقول وقارني في قبيليث ثوانت ذقول ما يروول فرويا ما بناد موري روارا وليس ذغفل ذا شو ذغفل أغفل مزوارو وثيفغ العقل أغفل ويسن مهموم مهموم وري ارتحالا وري هنالا ذين كان يرتشي وين أتفضيون ذا فلاح إزدغ قذرار ذي فدارث الذكر ثف جريث أذي الزال أذي السفغ الماليس أذي روح أذي كس نغذي السفغ ثي وقا أذي روح أذي كرز على حسب شغلي قلان أذي يغال ثم ديث الخير أرباح يا أذي روح أرث جماع أذي زر شوي لان أذي زر الوجيبة في نس خطر سعى الانتماء مثل تدارث فالدرثة ربي أشوي اللان الخفارات ويظن ويحواج وكذا إلى آخره أدي شمس خميس أدي شي من سين أدي الظل أدي الظل أدي شي من سين أدي الطص ولاش لهلاك يا طويل سبسيكولوج نغر طبيب ولاش يا رايس ولاش وري الساعة لونغواس وري الساعة السترايس وري الساعة الميلسير وال 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 كل شيء قرز راضي أتولد سلميزان نسعايا وري ساعة ساعة شوية نلمان شوية تمازير فاتي خدم ولكن الحمد لله يحمد ربي على كل حال. لذلك القرآن يعلمنا الرضا فنقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين لا يثم زور في سورة الفاتحة من كل ركاس مساود الحمد لله الحمد لله رب العالمين في حياة الناس ما استضيع ولكن الحمد لله أتفضى مضين دي سبيطار يهلك أمثل الحمد لله ننزس يا ربي أتشمس خميس وليش حاجة ليش الحد الأدنى سوان ننزس يا ربي كم كيشبع ننزس يا ربي خاطري لا وين يشدن القبائل ثقيكم دنير يجهد مليح أتغرض عشرة القرون وتسفضر يروجي قلان وقيد يدنقار عشرة القرون غر الحضارات غر الثقافات ذي العجوب سكري مسلين زر كلمة سنضيون ما إلا كذا وكيني ذي الخير كان وقال نرى ولاش ولا شقي قريح يتبريزي ولاش ولكن أما سخ أما سنضي ذو خام إلا وشو إلا أكين ذي الخير كان إلا هنا خط ثوان ذي الخير كان يربح نغمة سنض أكين ولاش ولاش الزاي قريح تجد الشم ذي الحذاقة تمسليث ذي لما دي ننزس يا ربي ننزس يا ربي يعني الحمد لله ننزس يا ربي. إذن القناعة القنيعة غاية مثلا ذي الروج ذي الروج ونكفور نحفو مردي ذي الحمد لله ثرذيض ذي المحال أتسوالي ضوية خطر يقول ما إلا أريد شرارة وليس ذي القنيعة ولاش ثوانت ذي قول يتسوالي وياض أذيكم مصير الحساب
اي غير الفلاني يسعن كو ساي غارا اي غير الفلاني فنا كور فني غارا اي غير الفلاني يسع الشركه كو ساي غارا اي غير الفلاني روح كنس العقل العبد يتصحب بير ربي صحب بير ذو الظرف زرايض ذو الظرف ذو الظرف يرحم ربي مغارا اذا غير ربان ذي الشوالكي اصف السكوس ما تفضو تيكليك اش خدمن لونكادرومون تطير اك سوا ولا انطق كان اتفض شوطة كين همة وغاد سابري تروح ضد تعديل في الزر لكن يرجو الزر في وحديق الزر في وحديق الزر في وحديق فدوض يوثي يوثي أدف ضيمانيك أتروح ضد قفريد السلامة لقي قارن أكي يا ربي ضد قفريد السلامة وثكين داما القناعة لها مليح ما ينوتي سعارة ما كدني ما يتوالي هذا يغالدي فغيون بطان يا لطيف هذا يحسد مدن لقدين ربي ومن شر حاسد إذا حسد يا لطيف هذا الشيء من أهلك وياض الزيف مين باش أثني ديني الزيف نسأل الله العفو والعافية ننزاس يا ربي الفايدة ثانقاروث أتصل الفايدة في قلان ثانقاروث ذا السيرم الأمل أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل لاسبوار أولا قلت لك ذا السيرم ننزاس يا ربي يبغضك نيت ننزاس يا ربي ثورا قارن ذا الكلمة تحمل طاقة إما طاقة عمار أو دمار أول أما كيد النغي تزورة أولي فنو يتهدو أولي الزيزدي يسلغو أولي جبر يتروزو ما رأس الضوء لقي ننزس يا ربي يتسكد السيرم الأمل العبد يريد سيسارة سير رحمة ربي يريد سيسارة أم بعد ضرب سبحانه ورس ديفكن سلخ زينيس أور نكفو أور نحفو أور نفنو يلها أدنيني ننزس يا ربي ننزس يا ربي جغون ثلويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون.